تتلى الفقرة التالية. المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن دور الحضانة الخاصة، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 9/1/2014. الأخوان اللي بالاستراحة أرجو الحضور، نبي نكمل النصاب. في جلسة الأمس 21/1/2014 انتهت المناقشة في المداولة الثانية حول مشروع القانون في شأن دور الحضانة الخاصة، وعملاً بالمادة 103 قرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، وقد انتهت هذه اللجنة من مراجعة المشروع. تفضل الأخ المقرر. رئيس، ونشكر الأخوان في اللجنة التشريعية على السرعة في الرد على تقرير اللجنة بالصياغة القانونية. الأخ الرئيس، لو تسمح لي أقرأ المواد الآن بعد ما أعيد الصياغة. المادة الأولى. لا قبل المادة، في قلت لي في مادة سقطت سهوا. الأخ الرئيس، طبعا احنا طبعا في الأمس لما وصلنا الاقتراح من الحكومة في نفس الجلسة، احنا طبعا وافقنا في الديباجة، أضفنا على القانون رقم 26 لسنة 62 بشأن تنظيم السجون، وصوتنا عليه ووافقنا عليه. فكانت في مادة طبعاً سقطت سهواً، هي المادة مع مراعاة نص المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 62 في شأن تنظيم السجون المشار عليه، ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. قبل الله تقرأ. ويصدر وزير الداخلية قراراً بتنظيم كيفية رعاية الأم السجينة. بس خل اتبع. لا ما يخالف، بس خل اتبع الإجراءات اللائحية. طبعا هذا حسب المادة 103. لحظة أخ المقرر، عشان نمشي لائحيا صح. الآن هذا التعديل سقط سهوا أمس، الآن حتى عيد اليوم لازم وفقا للمادة 103 آخذ موافقتكم في نصاب. آخذ موافقتكم على مناقشة التعديل. موافقة. الآن التعديل قرئ، اللي هو عبارة عن إضافة حضانات في السجون للنساء. لا. قريت أنت التعديل؟ ها؟ قريت. موافقة. الآن اقرأ المادة بعد التعديل، بعد ما عدلت اقرأ المادة كاملة لو سمحت، حتى آخذ موافقة نهائية ثم أصوت. اقرأ المادة من البداية، المادة الأولى. لا المادة اللي سقطت سهوا هذه. طبعا المادة حاليا مع مراعاة نص المادة 34 من القانون. نعم. رقم المادة هذه اللي أضيفت أو الفقرة. نعم. من البداية اللي أضيفت اقرأ رقمها، لأن هذا الكلام سجل في المضبطة. حط المكان مالها، المادة مكانها ويني حطوها الأخوان. لا جاهزين. حط مكانها المادة. هذه المادة. ايه؟ هني عندك. لا يضاف. المادة رقم واحد قول له. لا وين واحد؟ إضافة نص المراعاة. وين المادة؟ كاهي إضافة المادة. رقم 26 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون المشار إليه. لحظة يا جماعة، اقرأ الآن المادة. راح أقرأها. إضافة المادة التالية نصها، مع مراعاة نص المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون المشار إليه، ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، ويصدر وزير الداخلية قرارا بتنظيم كيفية رعاية الأم السجينة لطفلها الملتحق بالدار، ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء ارتكابها مخالفة داخل السجن. موافق على المادة؟ باخذ تصويت الآن. تفضل قول نقطة نظام. تفضل على أي مادة؟ على المادة 98 الأخ رئيس. تفضل. أنا
كلمت قبل شوي، كلمت الاخوان، ترى لم يوزع التقرير. يعني شلون احنا اليوم قاعد، ما انا اتحدى اي نائب عنده صوره من التقرير اللي بيصوت عليه الان. هل يجوز احنا قاعد نصوت على مشروع اخوان مخالفه الماده 98 حتى ما وزع عليكم التقرير؟ ما يجوز. شلون احنا بنناقش باسم كلامه الاخ الرئيس؟ انا اقترح احنا وياك، انا مستعجل لان قاعد لباكر ما عندي مشكله، بس خلي يوزعون التقرير بس الاخ. هل اكتفاء بالقراءة بس بدون التوزيع؟ لا خلينا نشوف الأخ رئيس. جماعة، أخ جمال، مع كامل الاحترام، لحظة يا سعدون، مع كامل الاحترام لوجهة نظرك، قرارنا أمس كان فقط مراجعته من حيث الصياغة. الآن إذا أنت تريد أن يقرأ الصياغة اللي تم تعديلها من حقك ويقرأها. المجلس اكتفى لأن اللجنة التشريعية اجتمعت وعندها محضر وراجعوه مع الخبراء وراجعوا الصياغة كاملة. إذا تريد أن يقرأ المواد من حقك، أطلب منه أن يقرأ، لكن إحنا يعني مو شرط التوزيع. لا مو شرط التوزيع، لأن المراجعة فقط من حيث الصياغة. لا التقرير تمت الموافقة عليه أمس وأحيل للجنة التشريعية لمراجعته من حيث الصياغة فقط. من حقك تبي نسخة، تبي أن يقرأه يعطونك إياه، بس ما يمنع تصويتنا. الآن بصوت على هذه المادة، موافقة. المادة التي سقطت سهوة الأخ رئيس، هذه المادة، خليك معي، أعطيك رقم المادة، مستحدثة طبعا، المادة رقم 10 مكرر، وقريتها بالكامل، حابين نقراها مرة ثانية اقراها. قرأت بالكامل هناك، موافق عليها؟ موافقة. الآن هل لأي من الأعضاء تعقيب على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من حيث صياغة المشروع؟ لا تبع لحظة، قرار مجلس، يمكن تبي يقرون الأخ جمال؟ تفضل اقرأ 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 اللي عدل الأخ رئيس. اقرأ الأخ رئيس. جماعة اتبع الإجراءات اللائحية، خليه. لا ما ماشي، خليه. الأخ رئيس، عندنا مادتين من اللجنة التشريعية أعادوا صياغة، المادة الأولى والمادة الثالثة. طيب اقرأ ما تمت إعادة صياغته. نعم، المادة الأولى: يقصد بدار الحضانة الخاصة كل دار إنشأها شخص طبيعي أو اعتباري طبقا لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة بقصد استقبال الأطفال دون سن مرحلة رياض الأطفال تحقيق الأغراض التالية: ألف، رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية، باء، تهيئة الأطفال بدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا ودينيا وأخلاقيا على نحو يتفق مقومات أهداف المجتمع، جيم، تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال، ويجب أن يتوافر لهذه الدور الإمكانيات والوسائل والأساليب التي تلبي حاجة الأطفال لتحقيق أهدافها وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الأنشطة الفنية والأنشطة المناسبة لأعمارهم. هذه المادة الأولى. طيب المادة اللي بعدها موافقة على المادة بعد صياغتها؟ موافقة. اللي بعدها المادة رقم 3 بعد الصياغة: يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح الترخيص في هذه الحالات وعلى دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون تصحيح أوضاعها المخالفة لحكم هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلا يعد ترخيصها ملغيا ويتم إغلاقها. موافقة؟ موافقة. الآن يبدأ التصويت نهائيا. تفضل سيد عدنان، نقطة نظام. الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ الرئيس. يعني الأخ الرئيس، المادة اللي الإخوان قالوا إنها سقطت سهوا مهمة جدا كانت وفيها تفصيل، فشلون سقطت سهوا؟ يعني وايد قضية مهمة، أنا ما أدري السبب يعني في هذا الموضوع. الشغلة الثانية أبي أوصل إلى النتيجة بأن إحنا يفترض إذا صار جدل في المداولة الثانية كما حصل أمس، جيد إن إحنا نحيل إلى اللجنة التشريعية. شوف إحالتها إلى اللجنة التشريعية شلون يابت نتيجة بأن حتى هناك مادة سقطت سهوا، وأنا لحد الآن ما أدري شلون سقطت.
الأخ الرئيس أرجو أنا أيضا حتى في القوانين القادمة أن كل التعديلات تكون في المداولة الأولى، كل التعديلات تكون في المداولة الأولى إلا ما يستجد. إحنا أكو انطباع خاطئ عكس اللائحة، يتوهم أو البعض بأن التعديلات لا تكون إلا في المداولة الثانية. عطى المداولة الثانية لما غاب عنه بحيث أنه يكون شيء محدود جدا في المداولة الثانية، لكن في المداولة الأولى كل التعديلات أنه يفترض تكون في المداولة الأولى. وإذا صار فعلا جدل في المداولة الثانية إن شاء الله هذه بادرة جيدة، وأنت أيضا كان لك هذا التوجه فعلا أن نحيل الموضوع إلى اللجنة التشريعية لإعادة الصياغة بحيث أي القانون متوبك وصياغته محكمة. شكرا أخ الرئيس. شكرا سيد عدنان. وجزئين بس ودي أعقب على الكلام تفضلت فيه. بالنسبة للجزء الأول، سقط سهوا، ما سقط هو التعديل نفسه وليس مادة في القانون سقطت، بأن هذا التعديل قدم يوم أمس ولم تتم مناقشته، وهذه هي الجزء الثاني اللي حضرتك تفضلت وذكرته. لما ما يكون في تحضير مبكر وتأتي التعديلات في يوم مناقشة القانون في المداولة الثانية تحصل هذه الأمور. إنما أنا يعني أثني على الكلام اللي تفضلت فيه وأؤكد عليه بأن يجب أن نكون مستعدين لأي قانون تقدم التعديلات كلها أثناء المداولة الأولى. ما اللي ما ننتهي منه في المداولة الأولى عندنا أسبوعين على الأقل لنقدم التعديلات إلى اللجنة، ويجب يفترض من الناحية يعني النظرية السليمة أن لا تقدم اقتراحات في وقت مناقشة المداولة الثانية إلا إذا كان شيء مستعجل. وأنت أخبر مني سيد، لذلك المشرع في اللائحة وضع الاستثناء وحدد بعدة ضوابط تحتاج إلى 3 موافقات حتى يطرح التعديل للنقاش. فأنا أكد على اللي تفضلت فيه، وأيضا أكد لك أشكرك على الكلام اللي ذكرته، وأكد لك أني سأستمر في هذا التوجه. أي قانون إحنا متأكدين من صياغته سنحيله إلى اللجنة التشريعية لنتأكد من الصياغة، ومن ثم يكون النقاش فقط على الصياغة وليس الموضوع. الآن يبدأ عفوا أخ جمال، نقطة نظام أخ جمال. شكرا لأخ الرئيس، طبعا وثني على أخوي سيد عدنان بخصوص ملاحظته، وأشكرك طبعا على التوضيح. إلا أن الأخ الرئيس هذه المادة أعتقد أمس كنا نتحدث عن المخطط الهندسي، وكان هناك من ضمن المادة بموافقة الجيران، هل إحنا نفس المادة اللي نتكلم عنها؟ هذه المشكلة، أنا ما عندي أي مادة إحنا اللي حطينا عليها بموافقة الجيران، ها حسب، لأن كان هناك توجه حسب المخطط عفوا كان أمس الخلاف نفس المادة بموافقة. أنا أخي جمال يعطونك نسخة حقك، بس الآن ما نقدر ندخل في نقاش على لا مو عشان ندخل نقاش، لأن تعديله في الصياغة شال شو اسمه المخطط الهندسي، شال الجيران، ما أدري أي مادة ما عندي أنا. تفضل أخ المقرر. أتكلم على حكي، ما عندي شو اسمه قانون أناقشه، لو معطيني صورة على الأقل من التعديل. جماعة عطوا نسخة. استمر إلى بحدود سنتين. الأخ الرئيس، احنا امس طبعا بعد ما ناقشنا المواد طلبت كرئيس بحاله الموضوع اللجنه التشريعيه لاعاده الصياغه، فاللجنه التشريعيه اعادت الصياغه ومن ثم تليناها اليوم حاليا الماده الثالثه، وبالتالي اخذت الموافقه عليها. شكرا. لا بس الصياغه، ما الصياغه اخ جمال، ما يصير ادخل في الموضوع، في لجنه تشريعيه نصابها كامل، ما نقدر بعد نشكك فيهم، ما يصير. لا يا جماعة خلاص النقاش فقط على تفضل أخ روضان. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس مع أمنياتنا أنه يمشي هذا القانون، لكن أتمنى الأخ الرئيس أنه يعني يكون الإخوان واعين، لأن هذا القانون أعتقد يتناقض مع قانون البلدية، وأتمنى أنه يروح لجنة التشريعية يعني يضبط فيما يخص السكن الخاص. ففي قانون البلدية يمنع الحضانات وغيرها في السكن الخاص، فهذا قانون راح يتناقض مع القانون الآخر. شكرا الأخ الرئيس. شكرا، هذا ناقشناه أمس. الآن في شيء فيه؟ الآن سأصوت نهائيا على المشروع نداء بالاسم إتماما للمداولة الثانية. تفضل. لحظة. تفضل أخ فيصل. شكرا أخ الرئيس. إذا مو شيء فعلا يستدعي أغلب نقط النظام، ترى بصراحة يعني قاعد أعطيكم أنا تنفيذا للائحة، والكلام خارج اللائحة،
هذا كلام أمس ناقشنا تناقض مع البلدية ما يتناقض مع البلدية. إذا في شيء يمنع التصويت تفضل ذكره. ما له شغل يا أبو عبد العزيز أمس ناقشناها. أخ الرئيس، أخ الرئيس، أنا حكي على المادة. مقرر اللجنة لو سمحت، مقرر اللجنة خليك معاي، مقرر اللجنة أخ سعدون، المادة اللي ذكرتها تو قبل شوي أكدت أن على الحضانة الحالية الموجودة المرخصة حاليا تعديل أوضاعها بما يتماشى مع هذا القانون، ولا سوف يتم إيقاف ترخيصها. هل الكلام صحيح؟ يا أخوان لحظة يا جماعة، يا أبو فهد ما يخالف بعطيك الآن. يا جماعة كاهو اقروها، مادة 103 الفقرة الأخيرة، ويجوز للمجلس كذا، لحظة الأخ المقرر، ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه. هذا ما تم اتخاذ قرار أمس، ولا يجوز، طول بالك، ولا يجوز بعد إذن مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة. تفضل عط فيصل الشايع. ممكن أخ الرئيس، أخ الرئيس ممكن يقرأ النص الأخير للمادة الأخيرة، ممكن تقرأها لو سمحت. أخ الرئيس شكرا. المادة الأخيرة الأخ فيصل تكون معي، يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح الترخيص في هذه الحالات، وعلى دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون تصحيح أوضاعها المخالفة لحكم هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلا يعد ترخيصها ملغيا ويتم إغلاقها. واضح. تفضل أخ فيصل. معنى كلام النص الآن اللي قراه الأخ سعدون حماد أن المرخص حاليا عليه صحح أوضاعه طبقا لهذا القانون، بالتالي أنا كلامي عن الحضانة اللي صار لها أكثر من 10 سنين وخمسة عشر سنة ومرخصة حسب الشروط الموجودة بالسابق، الآن شو تسوي؟ أرجو من الأخت الوزيرة توضح لنا هذا الموضوع، يعني ها؟ لأن فعلاً في مشكلة راح تصير مستقبل. يا أخ فيصل، يا جماعة قد يكون سؤالك وجيه، أنا هني ما أحدد شنو يصير ولا ما يصير، ولا المقرر الآن يجاوب. اليوم صل على النبي، اليوم النقاش فقط من حيث الصياغة. هذا الكلام أمس أثناء النقاش أثناء المداولة، تسأل الوزير تسأل المقرر وتصوت بالنهاية. اليوم بس عندنا نفس لا تغير في الموضوع كام أعضاء اللجنة التشريعية. لحظة شوي، لحظة. تفضل دكتور حسين قويعان. شكرا لأخ الرئيس. طبعا أنا أثني على كلامك بالضبط، هذا بالضبط الفكرة اللي أنا أبي أوصلها، أن أمس كل النقاش كان عن الشكل الهندسي وكان عن موافقة الجيران، إحنا اختصرناها والأخوان في التشريعية اختصروها باللائحة التنفيذية، وهذه راح تشمل كل شيء. قضية المخالف ما مخالف هذه تتضح بعدين حسب اللائحة التنفيذية وحسب ما يورد في المذكرة التفسيرية للقانون. لذلك إحنا كل اللي سويناه إن أعدنا الصياغة في التشريعية، ما في نقطة إلا وأمس استوفيناها نقاش. فأنا هذا رأيي والأمر راجع لكم يا أخوان. سيد عدنان شكراً أخي الرئيس. فعلاً مثل ما تفضلت، اليوم أي واحد عنده فكرة جديدة انتقاد، اليوم هذا مو وقت نقاش، فقط الصياغة متفقين. لكن إذا ثبت كلام الأخ جمال بأن أمس ما تم إقراره غير الأخوان في المضمون في المواد، هذه يعني مشكلة مسؤوليتهم، وبالتالي فعلا لازم الأخوان يكونون دقيقين في اللجنة التشريعية إن الصياغة تكون حسب ما أقر أمس،
بالملي لازم تكون، بس فقط صياغة حتى النقطة والفاصلة يجب أن لا تغير المعنى. ترى اختلاف وضع النقطة في مكان معين أو حتى الفاصلة يغير المعنى، وبالتالي ما تم إقراره أمس فقط الصياغة. فعلا يعني أنا إن شاء الله يكون كلام الأخ جمال مو دقيق، لكن مصر عليه. شكرا. ما يخالف، مع احترامي كلام الأخ جمال، إذا كلام الأخ جمال صحيح يطلب تحقيق وأنا أحقق بالموضوع. أنا عندنا، اسمح لي، إحنا عندنا مضبطة وعندي لائحة أنفذها وأطبقها. أنا في عندي في المجلس لجنة تشريعية هي مسؤوليتها مراجعة هذا الأمر والالتزام بأحكام اللائحة، مو أنا اللي براجع ورا كل فرد أو ورا كل شخص. أيضا عندنا الأخوان في اللجنة المختصة راجعوها مثل ما تفضل دكتور حسين قويعان والأخ المقرر. إذا كل ذيلة غلط معناته أن خلي يصير في تحقيق ونشوف وين المشكلة. أما أنا بالنسبة لي كرئاسة أنفذ ما تنص عليه اللائحة. تم تحويل الموضوع أمس إلى اللجنة التشريعية لمراجعته من ناحية الصياغة فقط مثل ما تفضل السيد. الآن راح أصوت كل الملاحظات قاعدتي على الموضوع، راح أصوت نداء بالاسم. خلاص صوت صوت. أحمد عبد المحسن المليفي غير موجود. دكتور أحمد مطيع العازمي موافق. جمال حسين العمر. دكتور حسين قويعان المطيري. جمال حسين العمر ممتنع. دكتور حسين قويعان المطيري موافق. حمدان سالم العازمي غير موجود. حمد سيف الهرشاني موافق. حمود محمد الحمدان موافق. خلف دميثير العنزي موافق. خليل إبراهيم الصالح موافق. دكتور خليل عبد الله علي موافق. راكان يوسف النصف موافق. روضان عبد العزيز الروضان موافق. رياض أحمد العدساني موافق. سعد علي الرشيدي موافق. سعدون حماد العتيبي موافق. سعود نشمي الحريجي موافق. سلطان جدعان الشمري موافق. سيف مطلق العازمي موافق. صالح أحمد عاشور موافق. صفاء عبد الرحمن الهاشم موافقة. طلال سعد الجلال موافق. عادل مساعد الجار الله غير موجود. دكتور عبد الحميد عباس دشتي موافق. دكتور عبد الرحمن صالح الجيران موافق. عبد العزيز عبد الطيف إبراهيم غير موجود. دكتور عبد الكريم عبد الله الكندري موافق. عبد الله إبراهيم التميمي موافق. دكتور عبد الله محمد الطريجي موافق. عبد الله مرزوق العدواني موافق. دكتور عبد المحسن مدعج المدعج موافق. عدنان سيد عبد الصمد ممتنع. عسكر عويد العنزي غير موجود. دكتور علي سعد العبيدي موافق. دكتور علي صالح العمير غير موجود. علي فهد الراشد ممتنع. دكتور عودة الرويعي غير موجود. عيسى أحمد الكندري غير موجود. فيصل سعود الويسان موافق. فيصل فهد الشايع موافق. فيصل محمد الكندري. فيصل محمد الكندري غير موجود. كامل محمود العوضي موافق. ماجد موسى المطيري موافق. ماضي محمد الهاجري موافق. مبارك سالم الحريص موافق. محمد طنة موافق. محمد عبد الله الصباح غير موجود. محمد مروي الهدية موافق. محمد ناصر الجبري موافق. دكتور محمد هادي الحويلة موافق. دكتور منصور فالح الظفيري غير موجود. دكتور نايف محمد العجمي غير موجود. نبيل نوري الفضل غير موجود. هند صبيح الصبيح موافقة. ياسر حسن أبول موافق. يعقوب عبد المحسن الصانع موافق. دكتور يوسف سيد الزلزلة موافق. مبارك بن أيل خرينج موافق. صفاء عبد الرحمن الهاشم ممتنعة. رياض أحمد العدساني. مرزوق علي الغانم موافق. عسكر عويد العنزي موافق. دكتور خليل عبد الله علي ممتنع.
خليه ممتنع. إيه. الحضور 47، موافقة 42، امتناع 5، موافقة ويحال إلى الحكومة بعد التأكد من الملاحظات اللي أثارها الأخ جمال العمر، وأن المراجعة تمت فقط بالصياغة من قبل مكتب المجلس واللجنة التشريعية واللجنة المختصة. تفضل سيد عدنان. شكرا الأخ الرئيس. ترى لا، في تغيير، في تغيير وفي إضافات أنا قريتها، فأرجو أن يوقف القانون فعلا. وكلام الأخ جمال صحيح، واللي تفضلت فيه كلامك سليم يصير تحقيق، فبالتالي لازم يوقف القانون والصياغة فقط حسب المادة 103 حسب قرار المجلس. مثل ما قلت، شكرا مثل ما قلت للسيد، لا يحال الحكومة أي جملة فيها إضافة أو تغيير. لا مجال لمناقشة الموضوع. نعم. الموضوع نفسه، إنما فقط الصياغة سيتم تعديلها لتتماشى بالضبط مع اللي قلناه في جلسة أمس. والمضبطة موجودة أمس. والمضبطة موجودة ونرجع لها، والخبير الدستوري موجود. تفضل أخ عبد الحميد دشتي. شكرا لأخ الرئيس. أنا أحب أطمن الأخوة الأفاضل إن كل ما دار يوم أمس على مواد محددة بعينها أحيلت للجنة التشريعية، هي التي تمت مراجعة صياغتها بحضور الأخوة الأفاضل في اللجنة وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هذا أولا. حقيقة ألف شكر. أي نعم نعم، كانوا موجودين، الحكومة كانت موجودة. وحقيقة الشكر للمجلس رئيسا وأعضاء على إنجازهم لسد فراغ تشريعي مهم جدا لإصباغ الحماية على أطفالنا اللي تستقبلهم دور الحضانة. والبركة الآن احنا وضعنا قواعد عامة وأحكام عامة، البركة بمعالي الأخت الوزيرة أن تصدر لائحتها التنفيذية بشكل سريع جدا وتكون لائحة دقيقة. صحيح عطيناها 6 شهور. الأخ تفضل، عطى ميكروفون أخ الرئيس. فاحنا نعول على الاخت الفاضله وزيره الشؤون، يا ريت الاحكام التفصيليه تاتي في اللائحه. صحيح القانون اعطاك فسحه من الوقت 6 شهور، ولكن انا اعتقد الجهاز كفو اللي عندك قادر على ان يسارع باصدار اللائحه. هاي اولا. الامر الاخر، وبالمناسبه نشد على اياديك على اللجنه اللي شكلتيها لملاحقه تجار الاقامات، والله يعينك، اتكلي على الله، وإن شاء الله ستجدين المجلس وإخوانك الأعضاء إن شاء الله معاكي وداعمين وساندين لك. شكرا لأخ الرئيس. شكرا لأخ عبد الحميد دشتي. الآن الأخ المقرر تفضل. الأخ رئيس، أنا بس حبيت أوضح الأخوان أن احنا صوتنا طبعا القانون أمس كان اتفاق عليه، ولكن أحيل للتشريعية للصياغة، واللي احنا اليوم صوتنا عليه ما ورد من اللجنة التشريعية. فإذا كان في أخطاء من اللجنة التشريعية كذلك، الرئيس الآن أمر بالتغيير في هذا الموضوع. شكرا. شكرا، وأشكركم جميعا على كل ما قدم. تفضل دكتور عبد الكريم الكندري. اللجنة التشريعية تقوم بصياغة التقرير اللي قدم لنا. احنا ما ندخل في تعديل المواد ولا حتى فيما يتعلق بتقرير اللجنة
الصحية هي من قدمت لنا التعديلات من أجل الصياغة، لأن هذا هو اللي صوتنا عليه أمس من أجل إعادة الصياغة القانونية والتأكد منها. بالضبط بالضبط. لا 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 لازم لا لازم نوضح إحنا 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 نعيد صياغة شنو؟ ما يقدم لنا مثل ما أنتم صوتوا عليه بس، وهذا حتى أن شكرا شكرا. العموم ما بين اللجنة المختصة وما بين اللجنة التشريعية ستتم مراجعة المضبطة، إذا كان في خطأ سيعدل، وإذا لم يكن هناك خطأ سيحال إلى الحكومة. ترفع الجلسة إلى 4 و5 فبراير وليس 11 و12. كانت 11 و12 تغيرت بقرار من المجلس، حتى اللي ما كان موجود، تغيرت إلى 4 و5. إذن ترفع الجلسة إلى 4 و5 فبراير. ما في ما في ما في.